السلام عليكم مشاهدينا الكرام في كل مكان، حلقة جديدة من برنامج مع الناس. كل عام وحضراتكم بخير وصحة وسعادة وسلام. بنحتفل مع حضراتكم على مدار الأسبوع على شاشة قناة الناس بذكرى الهجرة النبوية. هذه الرحلة العظيمة من مكة إلى المدينة مليانة بالدروس والعبر اللي لازم إننا نفهمها ونعيها كويس جداً ونطبقها في حياتنا اليومية. من الأهمية قبل إننا نتكلم عن رحلة الهجرة نفسها إننا نتكلم ونتحدث عن مقدمات الهجرة، لأن الهجرة كانت أمر صعب وقرار بيتطلب تنفيذ العديد من المهمات قبل الذهاب من مكة إلى المدينة، لأن ده بيعتبر انتقال من حال إلى حال، حياة جديدة تماماً هيترك فيها الصحابة الأهل والمال والأعمال والذكريات وينتقلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مدينة جديدة هيأسسوا فيها حياة مجهولة المعالم بالنسبة ليهم. وده كان بيتطلب تأهيل الصحابة أولاً لفكرة الهجرة، خاصة وأنها بتختلف عن الهجرة إلى الحبشة. حول مقدمات الهجرة النبوية وماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في التخطيط للهجرة من مكة إلى المدينة مع صحابته الكرام والأحداث التي سبقت الهجرة والدروس المستفادة منها، هيكون حديثنا في حلقة النهاردة مع ضيفنا الكريم فضيلة الأستاذ الدكتور عوض إسماعيل، الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا بحضرتك، وكل سنة وحضرتك طيبة دكتور. أهلا وسهلا يا فندم، وكل عام وانتم طيبين ومصرنا الحبيبة بالخير والأمن والسلام يا رب. في البداية دكتور عاوزين نعرف ونوضح الاختلاف بين الهجرة الأولى إلى الحبشة والهجرة إلى المدينة، وليه هجرة المدينة كانت هي الأصعب؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، ففي البداية نهنئ أنفسنا ونهنئ الأمة الإسلامية كلها في مشارق الأرض ومغاربها باستقبال عام هجري جديد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله عام خير وبركة علينا جميعا إن شاء الله رب العالمين. أما عن الهجرة فالحديث عنها حديث ذو شجون، حديث ممتع، حديث له وقعه الخاص على نفوسنا جميعا، وينبغي أن نتحدث عن مثل هذه الأحداث في حينما تحل ذكراها كل عام. أولا لنذكر النشأ وليعيش النشأ معنا قيمة هذه الأحداث وما فيها من ذكريات ودروس وعبر، ولنقف عند هذه الأحداث ملتمسين منها الدروس والعظات والعبر، لا نقف عندها مجرد وقوف للسرد أو للقصة أو للحكاية ثم تمر هذه الرواية لكن حكاية خلصت خلاص واستمع إليها. لا، لابد أن نركز وأن يركز المتحدثون، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لذلك حتى يستفيد الجميع من الدروس والعظات والعبر في هذه الأحداث، وبخاصة أن حدث الهجرة حدث غير مجرى التاريخ إن صح التعبير. ومن الخطأ أن تختزل الهجرة وأن يختزل معناها في مجرد انتقال من دار إلى دار من مكة إلى أو من مكان إلى مكان، لا، سبق هذا الانتقال أحداث وأحداث وزامنه أحداث وأحداث، ثم تبعه بعد ذلك في المدينة المنورة أيضا أحداث وأحداث. لكن تأتي أهمية هذا الحدث لأن القرآن الكريم تحدث عنه، تحدث عنه باستفاضة، وتحدث عنه من حيث التأييد الإلهي الذي أيد الله تبارك وتعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم في أثناء الهجرة وقبلها وبعدها. لكن أريد أن أقول شيئا، هناك فرق بين حدث الإسراء والمعراج وبين الهجرة ينبغي أن ننتبه إليه. الإسراء والمعراج كان معجزة ولا شك، وكان فيه الانتقال كما هو معلوم،
الانتقال من مكة المكرمة إلى بيت المقدس إلى السماوات العلى إلى حيث ما شاء الله تبارك وتعالى إلى سدرة المنتهى، كان يكتنف هذا الحدث من أوله إلى آخره، حدث الإسراء والمعراج، الإعجاز الإلهي. في حدث الهجرة كان من الممكن جدا أن ينقل النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة بنفس الطريقة التي كانت بها حادثة الإسراء والمعراج، بطريقة البراق أو بما فوق البراق أو بما أراد الله تبارك وتعالى. لكن حدث الهجرة لم يكن فيه إعجاز إلا في بعض أحداثه، في بعض المواطن التي سنتحدث عنها إن شاء الله، إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن الحدث نفسه لا، ليس لا يدخل في إطار الإعجاز الإلهي، وإلا سيكون هناك، أقول قد يكون بعض الاحتجاج من بعض الناس على قصة الحدث، من حيث إن حدث الهجرة أراد الله تبارك وتعالى أن يكون بهذه الطريقة، طريقة خروج النبي عليه الصلاة والسلام، بطريقة التخطيط البشري والأخذ بالأسباب البشرية والترتيب لهذا الحدث، لأن الهجرة القصد منها الهجرة بالدعوة والبحث عن مكان جديد تصلح فيه هذه النبتة وتستطيع أن تستقبل هذا الغرس. هجرة بالدعوة، هجرة بالإسلام حيث ينتشر معه العدل وحيث ينتشر معه الصدق والإخلاص والعمل وتنتشر معه العبادات. ولذلك كانت كل العبادات في المدينة المنورة، يعني كانت فرضية العبادات باستثناء الصلاة طبعا التي كانت في مكة المكرمة، كانت كلها فين؟ كانت كلها في المدينة المنورة، حتى في السنة الثانية للهجرة، يعني لم تكن في السنة الأولى ولكن كانت في السنة الثانية للهجرة. في هذا درس للأمة كلها، أن على المسلمين حينما ينتقلون من مكان إلى مكان، من بلد إلى بلد، تكون فيهم هذه الروح، روح نشر ما جاء به الإسلام من عدل، من سلام، من أمن، من صدق، من إخلاص، من وفاء، من كل القيم التي دعا إليها الإسلام. لو أن النبي عليه الصلاة والسلام انتقل إلى المدينة المنورة بنفس الطريقة التي كانت في حادث الإسراء والمعراج، لكان ربما يكون هناك بعض الاحتجاج من بعض الناس، لا هذا أمر إعجازي، هذا أمر خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. لا، الدرس المستفاد من الهجرة درس للأمة كلها، أن ينتقل الناس بما تعلموه من الإسلام، من تعاليمه السمحة، ومن في كل بلاد الدنيا بهذه الطريقة. طب دكتور عوض، نعم. يعني زي ما حضرتك قلت كده، يعني هي ما كانتش معجزة إلهية اللي هي الهجرة، لكن كان تم التخطيط ليها بشكل جيد وكان بشكل مدروس جيد من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طب ممكن شخص يسأل فضيلتك ويقول طيب هل الهجرة كانت هروب من مكة ومن الدعوة إلى الإسلام فيها؟ عاوزين نوضح الفكرة دي. أبدا، احنا لسه كنا بنقول يعني اختزال معنى الهجرة في مجرد الفرار بالدين من مكان إلى مكان، هذا تضييق لمعنى الهجرة. معنى الهجرة أوسع من ذلك بكثير. الدروس المستفادة من الهجرة تعطينا هذا المعنى، تعطينا هذه القيمة العالية. تعالي حضرتك والكلام لكل إخواننا وأخواتنا المشاهدين والمشاهدات، النبي عليه الصلاة والسلام كان يعرض نفسه في مكة المكرمة على القبائل والوفود التي كانت تفد إلى مكة المكرمة بقصد التجارة والحج. كان النبي عليه الصلاة والسلام ينفذ أمر الله تبارك وتعالى بحذافيره، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. ومكث النبي عليه الصلاة والسلام في مكة المكرمة 13 عاما، تحمل في سبيل ذلك ما تحمل
من الأذى والعنت والصد، وكلنا يعلم ذلك، ولاقى ما لاقى من أهل مكة وممن كانوا حول مكة أيضا. لاقى النبي عليه الصلاة والسلام والصحب الكرام كذلك ما لاقوا من العنت والعذاب. كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يثنيه ذلك أبدا على أو عن أن يقابل الوفود، ويعرض عليهم ما أنزل عليه صلى الله عليه وسلم. في مرة من المرات عرض النبي عليه الصلاة والسلام نفسه على نفر من الخزرج، كانوا ستة رجال، عرض عليهم النبي عليه الصلاة والسلام نفسه وتلى عليهم القرآن، فاستقبلوا ما عرضه النبي عليه الصلاة والسلام عليهم بصدر رحب، ثم قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام، هذه درس ينبغي أن نقف عنده، الأخذ بالأسباب. وما كانت تصبو إليه نفس النبي صلى الله عليه وسلم أن ينطلق بالدعوة انطلاق وليس فرارا وليس هروبا. طب ممكن نقول هنا برضو يا دكتور عوض أن في معجزة إلهية حصلت مع الهجرة، أخذ بالأسباب، تخطيط كويس، التأييد الإلهي. بالضبط، هذا قمة الإعجاز، التأييد الإلهي للنبي عليه الصلاة والسلام في كل مراحل قصده وفي كل مراحل تخطيطه صلى الله عليه وسلم، لأنه هذا درس لابد أن نتعلمه كلنا، نحن المسلمين ينبغي أن نتعلم أن تكون حياتنا قائمة على التخطيط بالأسباب البشرية المتاحة. إيه السبب البشري المتاح عند النبي عليه الصلاة والسلام؟ أولا أن يعرض نفسه، أن يبلغ، فعرض نفسه ودينه وما أنزل عليه على الوفود والقبائل. كان ممن عرض نفسه عليهم ستة نفر في البداية، وأيضا كان في المكان الذي يسمى العقبة، لكن لم تكن بيعة، ما كانتش بيعة، لا كان يعني مجرد عرض. ما نقدرش نقول إن نجاح بيعة العقبة الثانية والأنصار بقوا عددهم كبير في المدينة المنورة، ده يمكن اللي احنا نقول ده كان سبب في الإذن بالهجرة من مكة إلى المدينة. طبعا لابد أن يطمئن النبي عليه الصلاة والسلام على أن الإسلام دخل في بيوت المدينة، فكان بهذا العرض أولا على ستة نفر، ثم قالوا له صلى الله عليه وسلم، وهنا التقط النبي الخيط صلى الله عليه وسلم بصفته بشرا نبيا، التقط هذا الخيط، قالوا له إن بالمدينة أقواما، يقصدون الأوس والخزرج، وهؤلاء الستة كانوا من الخزرج، قالوا له يا نبي الله إن وراءنا أقوامنا بينهم ما بينهم من العداء وكذا وكذا، إن جئت إلى هذا المكان وأصلحت ما بينهم، نعم، وأصلحت ما بينهم كنت عندنا أعز الرجال، كنت عندنا أعز الرجال. التقط النبي عليه الصلاة والسلام هذا الخيط، أن هناك فرقاء وأن هناك قوما بينهم ما بينهم من التشاحن، فخطط النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيذهب لهذا المكان، ومعلوم أن قبيلتي الأوس والخزرج هم أساس المدينة المنورة، فإذا ما كان الصلح بينهم ضمن النبي عليه الصلاة والسلام وحدة الصف التي ينطلق بها إلى أفاق الدنيا. ثم انطلق هؤلاء الستة وعادوا إلى دورهم في المدينة، وأخذوا ينشرون الخبر فيما بين أقوامهم هناك. ثم كان العام القابل وجاءوا إلى مكة المكرمة واستقبلهم النبي عليه الصلاة والسلام، لكن في هذه المرة كانوا 12 رجلا من الأوس والخزرج، من الأوس والخزرج، بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام البيعة الأولى، في المرة الأولى لم تكن بيعة، في أول مقابلة لم تكن بيعة، لكن في هذه المرة وهي ما تعرف ببيعة العقبة الأولى، بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم لا يشركوا بالله شيئا، وأنهم لا يسرقوا ولا يزنوا ولا كذا ولا كذا ولا كذا. وأرسل معهم النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا مصعب بن عمير أول سفير في الإسلام، وانطلقوا فعلا هؤلاء 12 إلى المدينة المنورة، وأخذوا ينشرون دعوة الإسلام كما أخذوها من النبي عليه الصلاة والسلام،
وكما يعلمهم إياها سيدنا مصعب بن عمير الذي ترك وكان من أغنياء الصحابة في مكة المكرمة، ترك ما ترك من أنا عايزة أقف عند النقطة دي دكتور عوض، لأن إننا نسيب أهلنا ومالنا وأعمالنا وذكرياتنا كمان اللي تربينا عليها في البلد دي وأسافر بلد تانية ما أعرفش عنها أي حاجة وأبدأ بمهمة جديدة نشر الدعوة الإسلامية، ما كانش سهل أبدا. إزاي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قدر يهيئ الصحابة لهذا الانتقال؟ ما حبهم الشديد لمكة وتجارتهم فيها وأهلوهم فيها وأصدقاؤهم، وهي مرتع صباهم والمكان الذي نشأوا وترعرعوا فيه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان نبراسا لهم في ذلك، كان قدوة لهم في ذلك. ولو رجعنا شوية للخلف في بدايات نزول الوحي، لما حدث ما حدث في غار حراء وانطلق النبي عليه الصلاة والسلام إلى خديجة رضي الله عنها يقص عليها ما حدث، وانطلقت به إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل، وكان متنصرا، كان عنده علم بالكتاب ويعلم أن هناك نبيا اسمه محمد وأن فقص النبي عليه الصلاة والسلام عليه ما حدث، فأخبره بأنه نبي آخر الزمان وأنه كذا وأنه سيلاقي من قومه ما يلاقي من العنت والمشقة والإيذاء، إلى أن قال له: وإنهم سيخرجونك من بلدك، صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. ما استوقف النبي قصة تعذيبه، ولا قصة العناد معه، ولا قصة الصد عن دعوته، ولكن استوقفه الخروج من المدينة، هذا المعنى الإخراج. ولذلك قال قولته الشهيرة: وكله أسف وكله شجن للمكان الذي ربي فيه. قال له: أو مخرجيهم؟ يا الله. يعني كيف تسول لهم أنفسهم أن يخرجوني من بلدي؟ سؤال فيه ما فيه من الألم. صحيح. نقول في يعني تعجبي يتعجب وزعلان في نفس الوقت، في حزن نفس الوقت، استنكاري يعني يستنكر أن يخرجه قومه صلى الله عليه وسلم من بلده، وتألم وتحسر. أنا أرضى منهم كل شيء إلا أنهم يخرجوني من بلدي. قال له: سيخرجونك من بلدك. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام نبراسا في هذه التضحية، وكلنا يعلم أنه، لذلك هذا درس ينبغي أن نقف عنده أيضا، درس حب الأوطان يلقيه في روعنا نبينا صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك يقول قولته الشهيرة وهو خارج على أطراف مكة وينادي مكة هذا النداء ويحدث مكة هذا الحديث الذي كله شجن وكله يعني مكتنف بالحب تجاه المكان الذي ربي فيه ونشأ فيه وكان صباه فيه، بعد 53 سنة طبعا في يعني مكة المكرمة. ويقول: الله يعلم أنك أحب بلاد الله إلي وأنك أحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. يا الله. ولذلك لما ينطلق إلى مكة، إلى المدينة، ويصل إلى المدينة يقول: اللهم حبب إلي مكة المدينة ضعف ما حببت إلي مكة. يا الله. ضعف ما حببت إلي مكة، درس عظيم. ولذلك لما كان برضك يعني الدروس تتوالى، احنا نقف عن الدرس ده وناخدهم درس يا دكتور. اسمح لي نخرج فاصل قصير ونرجع نكمل هذه الرحلة العظيمة مع الدكتور عوض إسماعيل، أستاذ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر. برحب بحضراتكم مرة تانية، ولسه بنتكلم عن مقدمات هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولسه مشرفني ومنورني فضيلة الدكتور عوض إسماعيل، أستاذ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بجامعة الأزهر. بنجدد التحية بحضرتك مرة تانية يا دكتور. أهلا وسهلا. نقف بقى يعني عند نقاط معينة كده،
نستوضح من فضيلتك قول الله تعالى: الذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. هل هذه الآية القرآنية هي تعبير عن صعوبة الهجرة وأن هذا ثواب هو ثواب كبير وعظيم جدا من ربنا سبحانه وتعالى للمهاجرين؟ نعم، الهجرة هجرة الإنسان من داره الذي ربي فيه ونشأ فيه وترعرع فيه وكان مرتع صباه، لابد أن يكتنفه الألم وهو خارج. إذا كنا نحن يعني في أسفارنا القصيرة حينما نترك بلادنا إلى سفر قصير ونعود منه، نستشعر هذا الألم ونستشعر هذا الوجع. مزبوط. وننتظر الساعة التي نعود فيها إلى بلادنا مرة أخرى. هذه يعني هذا الحنين حنين فطري في كل المخلوقات، فما بالك بالبشر وما بالك بالإنسان الوفي. لأن من علامات الوفاء عند الإنسان أن يتحنن إلى أوطانه التي نشأ وتربى وترعرع فيها. وهذا ما يعني ما كان دافعا للنبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو هذا الدعاء الذي ذكرناه منذ قليل: اللهم حب إلينا المدينة ضعف ما حببت إلينا مكة. حتى إنه صلوات ربي وسلامه عليه عندما كان يؤتى ببدايات الثمر في المدينة المنورة، بدايات الثمر يعني الطلع الجديد للثمر، كان يأخذ هذا الثمر ثم يقول: اللهم بارك لنا في مدينتنا. خلاص أصبحت بلده الآن. اللهم بارك لنا في مدينتنا، اللهم بارك لنا في ثمرنا، اللهم بارك لنا في مدنا وصاعنا. ثم إن كان هناك طفل في الجلسة يدفع النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الثمرة إلى ذلك الطفل. يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يقصد بذلك أن يلقننا هذا الدرس: أن الأوطان غالية وأن الأوطان لها في القلوب مكانة، درس ينبغي أن نقف عنده. ولذلك والله حينما أستشعر استفهام النبي عليه الصلاة والسلام الذي ذكرناه منذ قليل: أو مخرجيهم؟ يعني هذا السؤال الذي فيه كما قلنا فيه ما فيه من الألم والتحسر والتعجب: كيف يخرجني قومي من بلدي؟ هذا درس. عودا إلى بيعة العقبة الأولى والتي كان فيها 12 رجلا من الأوس والخزرج، كانوا يعني جاء معهم الستة الذين كانوا في السنة السابقة، جاء ستة آخرون في بيعة العقبة الأولى وبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام على ألا يشركوا بالله شيئا وألا يسرقوا ولا يزنوا. ثم أرسل معهم سيدنا مصعب بن عمير، وهو من هو كما قلنا في تجارته وفي غناه وما إلى ذلك، ولكن حبه أولا لدينه، حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حبه لأن يقوم بهذا العمل الذي اختاره النبي عليه الصلاة والسلام. وده درس برضك تاني، درس اختيار قيادات يعلمنا إياه النبي عليه الصلاة والسلام. اختيار قيادات، اختيار مصعب بن عمير ليكون سفيرا له صلى الله عليه وسلم وسفيرا للدعوة، لأنه يثق في ثقة عالية. وفعلا ترك سيدنا مصعب ما ترك وانطلق مع هذا الوفد إلى المدينة المنورة، وعلموا الناس هناك أمور دينهم، حتى إنه لم تعد دار في المدينة المنورة إلا وفيها خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الدين الإسلامي الحنيف. ثم لما كان العام القابل كانت أيضا البيعة العقبة الثانية، والتي كان فيها 73 رجلا وامرأتان، كثر العدد زاد العدد، وبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام على ما بايع عليه
أصحاب البيعة الأولى أنهم ينصرون النبي عليه الصلاة والسلام، نفس المبدأ الموجود، وكلهم يأملون نفس الحب ونفس الـ الـ يعني الـ المعاني التي تدفعهم، وهم يقصدون أمرا في غاية الأهمية، أن يأتي الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة المنورة ويصلح ما بين القوم الأوس والخزرج، حيث إنهم ظلوا تقريبا 40 عاما في صراع تتوارثه الأجيال ويتوارثه النشء، يعني نشء بعد نشء وجيل بعد جيل. طب دكتور عوض، حضرتك في يعني من بداية حلقتنا وإحنا بنتكلم عن الدروس العظيمة المستفادة من هذه الهجرة النبوية، وحضرتك ذكرت أن هي كان سيدنا محمد كان بيخطط لهذه الهجرة بشكل دقيق جدا. في البداية الصحابة والمسلمين هجروا من مكة للمدينة، لكن فضل سيدنا محمد وأبو بكر وعلي بن أبي طالب في المدينة بس، يعني هم هجروا كلهم وفضل سيدنا محمد. إيه الدرس المستفاد من هذه النقطة بالتحديد؟ درس عظيم جدا، أن القائد يطمئن إلى المسؤول عنهم. انطلق الصحب الكرام بعدما جاء الإذن المباشر من الله تبارك وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام بالهجرة إلى ذلكم المكان الذي بشر به النبي عليه الصلاة والسلام. فانطلق الصحابة فرادى وجماعات إلى المدينة المنورة، ولم يبقى سوى مجموعة منهم، وكان منهم النبي عليه الصلاة والسلام، وسيدنا أبو بكر كان النبي صلى الله عليه وسلم يستبقيه، يعني كان سيدنا أبو بكر رضي الله عنه يطلب الإذن من النبي عليه الصلاة والسلام ويفضل معه. لأن هو يفضل معي ولا لهاجر؟ لأن يهاجر، إذن لي بالهجرة يا رسول الله كما هاجر فلان وفلان، ولكن يقول له انتظر يا أبا بكر لعل الله يجعل لك صاحبة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقصد بذلك أنه يريد أن يصاحبه أبو بكر في طريقه، لأنه يأنس به وهو أقرب الناس إليه صلوات ربي وسلامه عليه. ورضي الله عن سيدنا أبي بكر، كان يقصد أن يرافقه أبو بكر في مشواره، في هجرته، في طريقه. يعني سيدنا محمد هو اللي طلب، هو الذي كان يستبقيه. كلما طلب منه الإذن يقول له انتظر لعل الله يجعل لك صاحبة. وسيدنا أبو بكر يعني وقع في نفسه أن النبي عليه الصلاة والسلام يقصد الصاحب هو صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة والسلام. فاستبقى أبا بكر رضي الله عنه، واستبقى عليا وهو في مقتبل عمره، استبقاه ليرد الأمانات إلى أهله. درس عظيم أيضا، يعني حتى مع كرههم الشديد ومع عنادهم الشديد له صلى الله عليه وسلم، ومع عنتهم له صلى الله عليه وسلم، إلا أنهم كانوا يأتمنونه على مواثيقهم وعلى عهودهم، وكانوا يلقبونه بالصادق الأمين كما هو معلوم طبعا في السيرة طبعا. وعز على النبي صلى الله عليه وسلم ذلك يعني مرارا وتكرارا، تأتمنونني على أمور دنياكم ولا تأتمنونني على ما ينزل علي من السماء. ولذلك نزل في هذا قول الله تبارك وتعالى قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، من أنك كاذب وأنك ساحر وأنك كذا وأنك كذا، قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك. مظبوط. طب الهجرة دكتور عوض كانت منظمة ومخطط ليها ولا كانت هجرة عشوائية؟ جدا، التنظيم كان في أرقى صوره، وهذا دليل أن النبي عليه الصلاة والسلام يترك الصحبة الكرام يخرجون فرادى وجماعات يسبقونه ليهيئوا مجيء النبي عليه الصلاة والسلام هناك، وحتى يكثروا سواد الأنصار، حتى يكثروا سواد إخوانهم هناك، لأن هناك من أسلم من الأوس والخزرج. فسمح النبي عليه الصلاة والسلام لإخوانهم المهاجرين أن ينتقلوا إليهم ليكثروا سوادهم، هذا تخطيط، حتى إذا ما وصل إليهم النبي عليه الصلاة والسلام كان العدد
يعني في 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 أعين الباقين مناسبا جدا لأن يغري الباقي بالدخول في الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام استبقى علي لرد الأمانات، تخطيط. النبي عليه الصلاة والسلام يتفق مع أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، من المرافقون الذين يرافقوننا في أمر الهجرة للوصول ثم للخروج، فيتفقون أو فيتفقان، يعني مش حاجة عشوائية، بالعكس هي منظمة جدا. نعم. عاوزين نعرف من فضيلتك دكتور عوض الحسن أو حسن التوكل على الله، إزاي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قدر يطبق هذه المقولة من خلال الهجرة النبوية عليه الصلاة والسلام؟ خطط النبي عليه الصلاة والسلام ودبر بكل ما لديه من أسباب بشرية متاحة، حتى وهو خارج يسلك طريقا، يعني يسلك ناحية الجنوب لا ناحية الشمال، ويصل إلى غار حراء، وقبل أن يفارق بيته صلى الله عليه وسلم يكون التأييد الإلهي، يكون التأييد الإلهي للنبي عليه الصلاة والسلام، فيخرج بعدما طبعا يخطط القوم بما يخططون، حيث اختاروا من كل قبيلة فتى شابا قويا، اختاروا 40 شابا ووقفوا أمام بيت النبي عليه الصلاة والسلام ليضربوه ضربة رجل واحد وهو خارج لصلاة الصبح صلاة الفجر، وحتى يتفرق دمه في القبائل، فلا تستطيع قريش أو فلا يستطيع بنو هاشم أن يأخذوا بالثأر من هذه القبائل كلها، ويأتي التأييد الإلهي، ويخرج النبي عليه الصلاة والسلام من الباب، ولكن يغشى القوم ما يغشاهم بإذن الله تبارك وتعالى، ويحث النبي عليه الصلاة والسلام بحثوات من تراب كما هو معلوم، ويتلو عليهم قول الله تبارك وتعالى من أوائل سورة ياسين إلى أن يصل فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وينطلق النبي عليه الصلاة والسلام بالركب النوراني ويصل إلى غار ثور، وهناك يكون التأييد الإلهي المطلق من الله تبارك وتعالى، حتى إن سيدنا أبا بكر رضي الله عنه يقول له ما يقول وكلنا يحفظه، يا رسول الله لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لرآنا، فيقول له بمنطق اليقين المطلق في الله تبارك وتعالى، يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ والله تبارك وتعالى يقص لنا هذا المشهد، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. تأييد إلهي مطلق، ثم يأتي تأييد آخر بعدما ينطلق الركب النوراني ويتبعه سراقة، وكلنا يعلم قصة سراقة، حتى يصل سراقة بفرسه قاب قوسين أو أدنى بين النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أبي بكر، وتغوص أرجل الفرس في الرمال مرة بعد مرة، وينجو رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل محقق من سراقة، وهو من هو في البأس والقوة وما إلى ذلك. تأييد إلهي مطلق، ويصل الركب النوراني إلى المدينة المنورة، وهناك أحداث ربما نقف عندها الآن، لكن إذا ما وقفنا عند الدروس التي ينبغي أن تكون نبراسا لنا وللنشأ، ولذلك أنا أقول بعض الأحباب بعض الناس يقولون لما هذه الوقفات عند هذه الأحداث، وربما يعني ينالنا من بعضهم ما ينالنا، مثل هذه الأحداث يعني حدثت وانتهت، حادث الإسراء والمعراج لما الاحتفال به، حادث الهجرة لما الاحتفال به، حادث ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام لما الاحتفال به، ويحاولون بطريقة أو بأخرى يعني إلقاء بعض يعني تشكيكات في أن, أن, أن,
أن نحتفل بهذه الذكريات العظيمة وبهذه الأحداث الغالية، لنغرس في نفوس النشء ولنجدد في نفوسنا صحيح. دروسا وعظات صحيح. وعبرا من هذه الأحداث. حضرتك ذكرت في بداية الحلقة أنها أحداث غيرت طبعا شكل الدعوة الإسلامية، غيرت أحداث مهمة جدا في الدعوة الإسلامية، فليه ما نقفش عندها؟ بالعكس هي مليانة دروس عظيمة لازم نحن نستخدمها ونطبقها على حياتنا. حسن التوكل على الله، اليقين بالله، دي دروس عظيمة جدا، رد الودائع، محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا عايز أقف عند النقطة دي يا دكتور عوض، محبة الرسول، محبة الرسول من الناس اللي أمنت بيه ومشت ورا كلامه كده بالعامية، وأمنت بيه جدا، فالكلام اللي سيدنا محمد قال عليه نفذوه بشكل قاطع، محبة في الرسول صلى الله عليه وسلم. والسلام. محبة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن محبته صلوات ربي وسلامه عليه طريق لمحبة الله. يا الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فطريق محبتنا لله تبارك وتعالى وطريق محبة الله لنا هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من لا يحب، من لا يستطيع، ومن لا يعني يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم متملكا عليه حياته وكل تصرفاته وكل انطلاقاته في هذه الحياة الدنيا، فإنه إنسان يحيا يعني حياة ليست كما ينبغي، يعني رضي على نفسه أن يحيا حياة، لا نقول حياة إنما هي موت. من لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلبه، حيا في قلبه، حبه يحركه، لأن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم طريق لمحبة الله تبارك وتعالى. درس عظيم نتعلمه من الصحب الكرام في هذا الحدث في مكة المكرمة وفي المدينة المنورة. في مكة المكرمة سبقوه للهجرة ولحقوا به صلى الله عليه وسلم ورافقه بعضهم صلوات ربي وسلامه عليه، حبا فيه، لأنه موصل بحبهم له إلى الله تبارك وتعالى. ثم يأتي الحب الجارف في المدينة المنورة ويصل الركب النوراني. وهنا ينبغي أن نقف وقفة. ناقة النبي عليه الصلاة والسلام تتحرك ويقول النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها مأمورة، هذا يمسك بزمامها وهذا يمسك بزمامها، الكل يريد أن تكون يعني عنده وأن تحل بركة النبي صلى الله عليه وسلم عنده، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم دعوها فإنها مأمورة حتى يصل إلى المكان الذي باركت فيه. وهذا المكان هو المكان الذي بني فيه أول مسجد في المدينة المنورة، هو مسجد قباء. هذا المسجد يعني فيما نقرأ في التاريخ أنه كان مملوكا لغلامين يتيمين في المدينة، وكان قيما عليهما سيدنا أسعد بن زرارة، فأراد الصبيان أو الغلامان أن يهب هذا المكان، وكان يصلي فيه الناس بالمناسبة، أن يهب هذا المكان للنبي عليه الصلاة والسلام ليبني فيه المسجد، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يصر على أن يدفع للغلامين مقابل هذه الأرض. كان ممكن تحت الحب الجارف الذي لقيه النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يقبل هذا العرض، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يلقننا درسا وأراد أن يعلمنا درسا، درس الوقف، وقف الخير. ولذلك نستطيع أن نقول إن أول وقف نتعلمه كدرس من دروس العطاء والإنفاق وبركة البذل
في سبيل الله تبارك وتعالى من سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، حيث أنه أصر على أن يشتري الأرض من الغلامين، واشترى النبي عليه الصلاة والسلام الأرض من ماله الخاص بعشرة دنانير وبني عليها المسجد. دروس كتيرة قوي مستفادة عظيمة عاوزين نطبقها في حياتنا. احنا خلاص في نهاية حلقتنا دكتور عوض، يعني درس واحد حضرتك يعني لامس قلبك جدا، شايف اللي احنا مفتقدين لهذا الدرس في حياتنا اليومية، تقوله لنا في نهاية حلقتنا. آخر درس وإن شئت فقولي أول درس، وهو درس ينبغي أن يكون معنا في كل أحوالنا، ودرس ينبغي أن تسمعه الأمة كلها بل العالم كله. حديث يرويه لنا الإمام البخاري ومسلم وغيرهما عن سيدنا عبد الله بن سلام. وسيدنا عبد الله بن سلام كان حبرا من أحبار اليهود. لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة المنورة، يقول لنا سيدنا عبد الله بن سلام: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة انجفل الناس إليه، يعني اجتمع الناس كلهم حوله، وكنت أنا ممن اجتمع مع الناس، فتفرست وجهه صلى الله عليه وسلم، يعني نظرت في وجهه نظرات متأنية، فعرفت أن هذا الوجه ليس وجه كذاب. ثم ماذا؟ ثم كان أول ما سمعته منه صلى الله عليه وسلم، أول كلمات يسجلها للنبي عليه الصلاة والسلام، كلمات ينبغي أن نقف عندها وأن نعلمها العالم كله. سريعا يا دكتور، أول كلمات سجلت للنبي عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. أفشوا السلام. بشكر فضيلتك شكرا جزيلا الدكتور عوض إسماعيل، الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بجامعة الأزهر. شكرا. نورتنا وشرفتنا. شكرا. يا دكتور، الكلام عن الهجرة النبوية كتير جدا. بشكر فضيلتك شكرا جزيلا. بشكر حضراتكم على حسن المتابعة. بكرة إن شاء الله حلقة جديدة في مع الناس، انتظرونا.